بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة معانا قضية قديمة بس متجددة، يعني كل ما تيجي سيرة الشيخ علي جمعة برضو بيعاد ذكر هذه القضية. ناس كتير كانت بتقول إن الشيخ علي جمعة قال إن الولي من حقه يزني، وخلوا بالكم من العبارة علشان هيكون لنا توقف معاها. قالوا الشيخ علي جمعة قال الولي من حقه يزني، والموضوع ده انتشر جدا وناس كتير كانت بتنشر صور وكلام مقتطع من سياقه. خلينا نشوف بعض ما أثير عن الشيخ علي جمعة في هذه المسألة. الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج طير انت. النهاردة معنا نجم طير انت علي جمعة. علي جمعة قبل ان ممكن يكون الولي اللي هو المفروض الشيخ زاني. علي جمعة بيقول ان ممكن يكون الولي زني ويكون ليه كرامات. طبعا احنا مش هنعلق ونقول القصه بتاعه الراجل اللي الله سبحانه وتعالى سلبه علمه في القران، اصل هو بيقول لك رب العباد اذا وهب ما سلب، ده شغل درويش مالناش فيه، مش هنعلق على دي. بس انا اللي مضايقني الولد بس اللي كان ماسك الفوطه للشيخ، ده اللي عجب علي جمعة في القصه. اولياء الشيطان اللي هم الاولياء بتوع مفتي الديار المصريه علي جمعة. واحد سال هل يمكن للولي أن يزني ويطير في الهواء أو يمشي على الماء؟ قال نعم، دي نقرة ودي نقرة. ليه؟ لأن الكريم إذا وهب ما سلب. شفنا الكلام اللي انتشر عن الشيخ علي جمعة وهو بيقول كما يزعمون الولي من حقه يزني. عايزين نعرف الشيخ علي جمعة قال الكلام ده فعلا ولا لا، وحتى لو قال الكلام ده هو كلامه صحيح ولا غير صحيح. فروحنا نسمع كلام الشيخ علي جمعة. أولا لقينا إن الكلام ده كان في درس علم لبعض الطلبة، يعني في دايرة مغلقة، ما كانش بيقوله على تلفزيون ولا كان بيقوله في جريدة ولا كان بيقوله في مقال ولا أي حاجة، كان بيقوله في درس علم في الأزهر الشريف لبعض الطلاب. طيب ايه اللي الشيخ علي جمعة كان بيقوله؟ اللي حصل يا جماعة، وهنعرض لكم الفيديو علشان تشوفوا الكلام ده صحيح ولا لا، ان في واحد بعت للشيخ علي جمعة سؤال فبيقول له هو الولي ينفع يدخن السجاير؟ يعني هو ينفع يبقى ولي وبيشرب السجاير؟ يعني كأن الولد بيقول له هو الولي ممكن يقع في المعصية؟ فراح الشيخ علي جمعة رد عليه بالكلام اللي انت نفسك مش هتختلف معايا فيه، ان مفيش حد معصوم بعد الانبياء، كل الناس بعد الأنبياء ممكن يقع منهم المعصية. فقال الشيخ علي جمعة، فكان جواب الشيخ علي جمعة أنه هو قال إيه؟ وكان أمر الله قدرا مقدورا، ممكن يقع منه المعصية دي. بل الأنكى من كده والأشد من كده أن الولي ممكن يقع في معصية الزنا. لما سئل بعض العلماء عن المسألة دي قال أنه ممكن يقع في الزنا. طيب ايه الكلام اللي الشيخ علي جمعة؟ الشيخ علي جمعة مش بيقول ان الولي من حقه يزني، الشيخ علي جمعة بيقول ان الولي قد يقع في الزنا لانه مش معصوم. وراح الشيخ علي جمعة حكى حكاية حصلت مع بعض العلماء، كان عايز يعلم الاولاد الدرس ده ويقول لهم يا جماعة اياكوا تظنوا ان في حد معصوم بعد الانبياء. فبيحكي ان كان في شيخ قاعد مع شوية طلبة وراح اتفق مع بنته، هم طبعا ما كانوش بيشوفوا بنته ولا يعرفوها، اتفق مع بنته انها تدخل عليه وهو في الدرس وتدخل الغرفة وهو هيدخل وراها، فهو بالنسبة للطلاب كده بيخلو بامرأة أجنبية، فدي معصية والطلاب يعني هيستغربوا. فلما حصل الوضع ده كل الطلاب زعلوا وراحوا ايه ماشيين، قالوا احنا ازاي نحضر لشيخ بيدخل مع واحدة أجنبية في غرفة لوحدهم، الا تلميذ واحد راح واقف. فلما الشيخ طلع من الغرفة لقى التلميذ ده واقف له بمية مسخنها له، فبيقول له انت يا ابني ما مشيتش مع زمايلك ليه؟ راح الولد قال له ما اتبعتك على انك معصوم، انا عارف ان انت عندك علم وكل حاجة بس وارد انك تقع في المعصية. فراح الشيخ فهمه وفهم الولد وشرح له، قال له يا ابني انا كنت عايز اعلم الاولاد الدرس ده ان انتوا اياكوا تظنوا العصمة في اي حد. فالشيخ علي جمعة وهو بيشرح كل الكلام ده علشان يوصل معلومة عكس اللي الناس روجتها، الناس روجت ان الشيخ علي جمعة بيقول ان الولي يجوز لانه يزني فمش مشكلة ان هو يزني، عادي يعني ان هو يزني، في حين ان الشيخ علي جمعة بيحكي كل ده علشان يقول ان الولي مش معصوم، ده ممكن يقع في المعصية وهتكون المعصية ساعتها حرام برضه، لان مفيش فرق بين كون المعصية حرام في حق الولي او في حق غيره. ايه اللي انا عايز اقوله برضو خلاصة الكلام؟ ان في فرق بين حاجتين يا جماعة،
بين ان انا ببين الحكم في ذاته. ايه حكم الزنا؟ الزنا حلال ولا حرام؟ الزنا حرام، الزنا كبيرة من الكبائر، فعلوا ولي فعلوا غير ولي، اي حد هيفعل الزنا هو حرام ولن يتغير حكمه. طيب امال ايه الامر التاني؟ الامر التاني ان انا بتكلم عن الولي نفسه، هل يجوز انه يقع في المعصية؟ يجوز عقلا ان هو يقع في المعصية ولا هو معصوم زي الانبياء؟ قال لك يجوز ان هو يقع في المعصية لانه مش معصوم، مفيش حد معصوم بعد الانبياء، دفنت العصمة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي فرق بين امرين، بين ان انا اقول ان الزنا حلال او حرام، ده حرام لا يجوز في حق احد ان هو يفعل الزنا، وبين ان انا اقول انه يجوز يقع في المعصية ولا هو معصوم. فاقول هنا يجوز ان هو يقع في المعصية لكن لا يجوز له ان يفعل المعصية، في فرق بين الامرين يا جماعة. علشان كده قلت لكم هنقف عند العبارة، هم قالوا ان الشيخ علي جمعه بيقول الولي من حقه يزني، الشيخ علي جمعه ما قالش كده، الشيخ علي جمعه قال انه يجوز على الولي ان يقع في المعصيه، كانت زنا، كانت دخان، كانت غيره، فيجوز عليه ان هو يقع في ايه؟ في المعصيه لانه مش معصوم. هو ده اللي حصل وهو ده اللي وضحه الشيخ علي جمعه، ورجع تاني وضحه في مقطع تاني. خلينا نسمع كلام الشيخ علي جمعه كامل ونشوف هو قال ايه. هل يمكن ان يكون الولي على المعصيه؟ نعم. قالوا لعبد القادر: أيزني الولي؟ قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وتلميذ المرسي أبو العباس ضبطوه يزني، فجم يقبضوا عليه جري وركب الماء وسار، فراحوا للمرسي قالوا له: قول لنا بقى، احنا شفناه هو بيزني وشفناه هو ماشي على المية، ايه بقى ده؟ ما تجننوناش بقى، انا شفته بعيني بيزني وشفته بعيني هو ماشي على المر. قال: ان الكريم اذا وهب ما سلم. افهموا ربنا، الله يهديكم، عشان وانتوا بتدعوا، انتوا بتدعوا حاجه عظيمه قوي، بديع السماوات والارض. ان الكريم اذا وهب ما سلم. يبقى ممكن واحد ولي من جانب وربنا اكرمه لغايه ما خلاه يطير في الهواء ويمشي على الميه ويزن. قالوا: ما اتبعتك على انك نبي. مره واحد ولي عمل روحه انه كانه بيزني كده، دخل مع واحده الاوضه وقفلوا على بعضها، اتباعه قالوا: ايه ده الراجل الفاسد الفاجر، شوف الشيخ وعامل لي شيخ، يلا نقوم نمشي. مشوا الا واحد منهم سخن له الميه، فطلع لا بيسخن الماء. قالوا: بتعمل ايه؟ قال له: ما انا قلت لحسن تكون جنب ولا حاجة عايز تغتسل عشان تلحق الصلاة. قال له: ايه ده؟ ايه الفهم ده؟ يعني انت دلوقتي ما مشيتش مع اخوانك ليه؟ قال له: ما اتبعتك على انك نبي. هو انا ما اتبعك على انك انت نبي؟ تخطئ وتصيب ويؤخذ من قولك ويرد كل حاجة. وراجل صالح في اغلب الحاجات صالح، وفي الغلطة غلطة. ولو قال له اذني قال له: لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما ده نادر، ولي الله اللي يحصل له كده ده نادر. ولذلك قالوا الأولياء محفوظون لا معصومون، مفيش عصمة. فيقع الولي في الذنب، فبيقول مثل شرب الدخان هنا، لا أنا جبتها لك من بلاطة بقى من الآخر. رجل مكتوب عند سيدي عبد العزيز الدباغ يقول لك: لا من سيدنا، من سيدكم من سيدكم، خلاص معلش. إن رجل قاعد في المجلس بتاعه وجه شاب جديد فلقاه واعي فاهم التربية والأخلاق، فقدمه وحطه جنبه وخلاه هو العريف بتاع الجلسة. فالناس اللي ليها 30 سنة واللي ليها 40 سنة اتغاظوا وبقى في قلبهم حاجة، والشيخ شايف انه دول متغاظين، اهو ده غلط في التربية كده، لعله اخرك ليقدمك. يعني مفيش مانع ان واحد يجي صغير ويبقى هو الكل في الكل. عتاب بن اسيد مسك مكة وعنده 20 سنة، اسامة بن زيد مسك الجيش وعنده 20 سنة، مفيش مانع ان احنا ندي للشباب. فالشيخ قربه، فالناس غارت منه الكبار في السن، فالشيخ حب يدي لهم درس، فجاب بنته، خلى بنته تعالي على زوريني وندخل الخلوة، ادخلي على الخلوة. ف
فلما جت ودخلت وهم ما يعرفوهاش افتكروا ان دي امراه اجنبيه. قال شو الشيخ اتجنن، قدم الشباب وكمان جايب لي واحده اجنبيه وراحوا واخدين بعضهم شباب. ماذا وقعوا في جريمه؟ وقعوا في جريمه الظن السيء. طيب الجريمه دي، جريمه الظن السيء دي، الولد ما وقعش فيها واعي. قال اولا ده شيخ، افرض انه مش هيزني ولا حاجه، يبقى انا ظنيت ظن وحش. طب افرض انه زنى، طب ما هو ممكن تحميل الخير. ايه مساله تحميل الخير اللي احنا اتكلمنا عنها؟ لا انا عايز اقول لك حاجه، افرض انه زنى بقى، هو الولي معصوم؟ نسالهم بقى الجماعه اللي ما بيحبوش الاولياء دول، هو الولي معصوم؟ ما حدش من المسلمين بيقول ان الولي معصوم. فالولد حسبها صح، كله ده في مجال التربيه، هم ياخدوها ويرجعوا ويقول لك علي جمعه قال انه يجوز الزنا. ايه قله الادب دي؟ دي قله ادب والله. فاذا قص على هذا بقى، في ثلاث اسئله. هل الولي معصوم؟ الاجابه من القصه لا. طيب اذا كنت بتشوف ذي الوجهين، لازم تحمله على الظن الحسن ولا السيء؟ الظن الحسن. طيب لو طلع سيء وطلع فعلا انه في سوء، خلاص يبقى تستر عليه. كيف يقول لك ايه؟ امال فين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مخه كله انه يدخل في حياه الناس، مخه كله انه يقيم عليك الحد ويضربك ويهينك ويعملك. دي مش تربيه، دي الناس دي بالشكل ده مش بيربوا الناس صح. اللي بيربي الناس صح اللي بيعلم الناس الرحمه، اللي بيربي الناس صح اللي بيعلم الناس حسن الظن، اللي بيربي الناس صح اللي بيتواضع ويقول يا رب استر. انا راجل من الناس اهو، انا بعلنها على الجمهور، انا عمري ما ارتكبت في حياتي كبيره قط، عمري والحمد لله، انما اخاف من بكره، اخاف من الساعه اللي جايه دي، اقول يا رب استرها علي. بعد ما سمعنا كلام الشيخ علي جمعه هنجد ان الراجل كان بيقرر كلام لا يختلف عليه اي مسلم، وهو ان الزنا حرام في كل الاحوال، بس الولي ما هوش معصوم، فممكن يقع فيه الزنا، ممكن يقع فيه الدخان، في شرب الدخان، ممكن يقع في أي معصية لأنه مش معصوم. ده اللي كان بيقرره الشيخ علي جمعة، ومش عارفين إزاي الناس بدأت تروج المعلومة بالصورة المغلوطة، بالصورة المجتزأة، بالطريقة دي، وإزاي برضو انتشرت، فليه محدش رجع يتحقق من المعلومة. هذا والحمد لله رب العالمين، وانتظرونا في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.